الحاصل أن المسلم يكون له ورد يومي من القرآن، قراءة يومية في القرآن. لا يهجر القرآن. كل يوم تقرأ. تأتي إلى الأستاذ، إلى إمام المسجد، إلى معلم القرآن، تصحح عليه القراءة. أو تدخل على موقع من المواقع التي تعلم القرآن وتصحح القراءة يوميا. ثم بعد أن تصحح تقرأ في تفسير هذه الآيات التي صححت القراءة. نعم. وتحفظها وتعمل بها يوميا على هذا بإذن الله تحفظ القرآن كاملا.